بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنكمل مع بعض محاضرة الـ Cloud Generation and Distribution. كنا وقفنا على الـ Operation الـ Basic Operation بتاع الـ PLL و DLL اللي هي الطريقة اللي بنعمل بيها Generation للـ Clock. ودلوقتي بقى هندخل على موضوع الـ Clock Distribution، ازاي بقى بنوزع الـ إيه؟ بنوزع الـ Clock بتاعتنا. قبل ما نعرف ازاي بنوزع كلوك، عايزين نفهم كده برضو شويه ريكويرمنتس. من الريكويرمنتس دي ان الكلوك ديستريبيوشن نتورك لازم تكون سريعه. طيب بعض الناس ممكن يعني يستغرب شويه من الموضوع ده، يقول لي طب خلاص، مش انت قلت لنا مثلا لو انا عندي تشيب كبيره بالشكل ده، وسي عندي هنا فلوب كده اهو، وعندي فلوب كده اهو، وانا مدخل الكلوك بتاعتي من هنا اهو، ايه المشكله لما كلوك يعني اوزعها بواير وخلاص؟ مش هي هتشوف ديلي عشان توصل لي فلوب رقم واحد زي الدليل اللي هتشوفه عشان توصل لفلوب رقم اثنين، وانا اللي يهمني ان هي في الاخر توصل عند تلو فلوبس في نفس الوقت وخلاص؟ فايه المشكله لما احط وايرز طويله وهيبقى الدليل كبير شويه، بس احاول ان انا ايكوالايز الايه، ايكوالايز الدليلز دي وخلاص؟ ايه بقى ليه بهتم ان انا بقعد احط بافرز وعايز الكلوك تبقى سريعه قوي؟ يعني ايه المهم في كده؟ في الحقيقه ان الكلوك تبقى سريعه دي احد الريكويرمنتس بتاعه الكلوك ديستريبيوشن نتورك. فتعالوا نعرف مع بعض انا عايزها تبقى سريعه ليه. اول نقطه ان الفاريشن في الحقيقه اللي بيحصل في الديلي بيكون بيرسنت اوف توتال ديلي، بيكون بيرسنت اوف توتال ديلي. طب يعني ايه؟ يعني لو قلت لك مثلا النتيجه للباور سبلاي نويز بيحصل فاريشن في الديلي بتاع الكلوك باي 10%. طب ال 10% دي تمثل قد ايه؟ لو انا قلت لك مثلا ان الكلوك تري بتاعتي اللي انا بوزع بيها الكلوك التوتال ديلي بتاعها 0.8 نانو سكند، معناها ان الكلوك بتاعتي ممكن توصل بدري او متاخره شويه باي 10% اللي هي هتبقى 80 بيكو سكند. يبقى انا لما اجي احط هنا سكيو بادجت او جيتر بادجت هحط الرقم ده اللي هو 80 بيكو سكند. لو انا الكلوك ديستريبيوشن نتورك بتاعتي بطيئه، الديلي بتاعها بالضعف 1.6 نانو سكند، خد بقى 10% بس من الايه، من الرقم الكبير، فهيديك كام؟ هيديك 160 بيكو سكند. يبقى نتيجه كده لما انا ابطئ الكلوك بتاعتي هيبقى تاثير الفاريشنز عليها اكبر. انت تاثير الفاريشنز بيكون بيرسنت من الايه، بيرسنت من التوتال ديلي بتاعي. فده احد اهم الايه، اهم الاسباب. طيب السبب الثاني ايه؟ السبب الثاني ان انتوا عارفين اصلا ان التايمنج اناليسس اللي التولز بتعمله، التولز بتاعه الاستاتيك تايمنج اناليسس، بتعتمد على الايه، بتعتمد على الكاركترايزيشن بتاع الستاندرد سيلز بتاعتي. المفروض ان الستاندرد سيلز بيحصل لها كاركترايزيشن، وبعدين بخزن التايمنج انفورميشن بتاعتها في تايمنج لايبرريز، والتايمنج لايبرريز دي هي الاستاتيك تايمنج انالايزر بيستعملها عشان يحسب الديليز. طب لما انا جيت اكاركترايز الايه، اكاركترايز السيلز دي، في الحقيقه لما جيت اكاركترايز السيلز دي بنستعمل فاست كلوك رامبس، يعني بنستعمل كلوكس ليها فاست ايدجز. المفروض ان الايه، ان اللي عمل الكاركترايزيشن متوقع ان الايه، متوقع ان الديزاينر هيستعمل كلوك ليها فاست ايدجز. واحنا كنا خدنا مع بعض قبل كده كذا مره ان الرايز تايم بتاع الانبوت بيكون ليه تاثير كبير في الحقيقه على الديلي بتاع السيل. فبالتالي لو انا عملت كاركترايزيشن للسيل دي عن فاست ايدج وبعدين روحت استعملت سلو ايدج، هلاقي ان الديلي بتاع السيل اكبر من الديلي اللي انا ايه، اللي انا كنت مخزنه في التايمينج لايبرريز، وبالتالي ده هيعمل لك تايمينج فايليشنز. فبالتالي انت لازم تستعمل فاست كلوك، لان هي دي، هو ده الكيس اللي حصل عندها كاركترايزيشن للايه، لللايبرريز بتاعتك، وهي دي الكيس اللي ستاك تايمينج انالايزر بتاعك متوقعها. فتاني ما تنساش بقى حكايه ان الايه، حكايه ان الديلي بتاعك في الحقيقه بيزيد مع الرايز تايم. كل ما الرايز تايم بتاع الانبوت يزيد، كل ما الديلي بتاعك هي ايه، كل ما الديلي بتاعك هيزيد. فده ده برضو سبب تاني بخلينا محتاجين ان الكلوك بتاعتنا تكون سريعه، ليها فاست ايدجز وليها فاست ايه، ليها فاست رايز تايم. طب زياده على كده بقى ان الكوركت اوبريشن بتاع الفليب فلوبس في الحقيقه محتاج برضو فاست كلوك ايدجز. كنا خدنا مع بعض ايام ما خدنا الفليب فلوب ان لو الكلوك ايدج بطيء في الحقيقه ده ممكن يعمل لك ريس كونديشنز. بالتالي انا محتاج فاست كلوك ايدجز عشان اضمن الكوركت اوبريشن بتاع الايه، بتاع الفليب فلوب، ان هو بيعمل سامبلنج عند الرايزنج ايدج بس، ما يحصلش سنيبنج للداتا عند الفولنج ايدجز، او ما يحصلش ريس كونديشنز. فالنتيجه بقى للاسباب دي انا ما اقدرش ان انا اعمل راوتنج للكلوك بتاعتي عن طريق سامبل ايه، عن طريق سامبل وايرز، وما تفرقش معايا الديلي. لا، انا مهتم جدا بقى بالايه، بالديلي بتاع الواير زي ما قلنا. فبالتالي بنعمل ايه؟ زي ما خدنا بقى في المحاضره بتاعه الانتر كونكت، بنستعمل التوب ميتال، عشان التوب ميتال ده بيكون ثيك وبيكون ليه لوست ريزيستنس. ف
فزي ما احنا عارفين الكلوك هي احد اهم الجلوبال سيجنلز، فبالتالي هي ايه من اهم السيجنلز اللي انا اسخر لها التوب ميتال لايرز، ولازم نعمل انسرشن ريبيترز عشان نحاول ان احنا مينيمايز الايه مينيمايز الديلي. زي ما قلنا انا عايز الكلوك بتاعتي يكون ليها سمول ديلي ويكون ليها فاست ايدجز عشان اضمن الكوركت اوبريشن بتاع السيستم بتاعي. خدنا بقى مع بعض في محاضرة الانتر كونكت ان لو عندك بقى اللاين بتاعك ليه لو ريزيستنس ساعتها انا ممكن اقلق من الايه اقلق من الانتاكتيف افكتس. واحد هيقول لي طب بس دلوقتي ايام ما خدنا محاضرة الانتر كونكت كنا قلنا الانتاكتيف افكتس بتكون مهمة في اللاينز اللي ليها لو ريزيستنس، وفي نفس الوقت اللاينز دي هتكون شورت لاينز مش هتكون لونج ايه مش هتكون لونج لاينز فيري لونج لاينز. الار سي ديلي بيكون هو الدوميننت وانا عندي الكلوك ديستريبيوشن نتورك ده فيري لونج لاين. اقول لك لا خد بالك ده مش فيري لونج لاين. هتقول لي ليه ما هو فيري لونج لاين اهو. اقول لك لا ما احنا لما نحط الريبيترز دلوقتي السيجمنت بتاعك اللي ما بين ريبيتر والتاني ده مش هيبقى هو الفيري لونج لاين. ما تبصش على التوتال لينث بتاع الكلوك ديستريبيوشن نتورك، بص على المسافه ما بين كل ريبيتر والايه كل ريبيتر والتاني. واحنا بنقول ان احنا عايزين فاست ايدجز، فدي في الحقيقه المشكله اللي كان بيظهر عندها الاندكتيف افكت ان يكون عندك فيري سمول رايز تايم او فيري شارب ايدجز مع لو ريزيستنس. هو ده الحاجه اللي كانت بتعمل لك الايه الاندكتيف افكت. فبالتالي في معظم الاحيان بقى لو انت عندك هاي بيرفورمانس سيستم محتاج تمدل الايه الكلوك ديستريبيوشن نتورك از ترانسميشن لاين، تاخد بالك بقى من موضوع الايه من موضوع الريفلكشنز والاندكتيف افكت والحاجات دي كلها. لان زي ما احنا عارفين بقى الريفلكشنز ممكن تعمل لك ايه ممكن تعمل لك رينجنج، يعني بدل ما يكون عندك رايزنج ايدج بالشكل ده لا هتلاقي عندك حصل ايه رينجنج زي الاندر دامب دي سيستمز بالشكل ده. الرينجنج ده ممكن يعمل لك فولس رايزنج ايدجز، وممكن يعمل لك مشكله ثانيه كمان ممكن يعمل لك اوفر فولتج دامج. لما يحصل رينجنج هنا معناها ان هيبقى عندك هنا فولتج كبير، الفولتج الكبير ده مع الفيري ثين اوكسايدز اللي احنا بنستعملها في المودرن تكنولوجيز ده ممكن يدمج الايه ممكن يدمج الديفايس بتاعك. احد الريكويرمنتس برضو للكلوك ديستريبيوشن نتورك ان هي تكون يونيفورم. طب يعني ايه يونيفورم وليه انا عايزها يونيفورم؟ احنا عارفين ان في حاجه اسمها البي في تي فاريشنز البروسيس والفولتج والتمبريتشر فاريشنز. طيب دلوقتي لو انا جيت في السيميليشن بتاعتي وضمنت عن طريق الايه عن طريق الريبيترز واللاينز اللي انا حطيتها ان الكلوك هتوصل عند فلوب 1 وعند فلوب 2 في نفس اللحظه بالظبط، طب انت ضمنت ده في التيبيكال تيبيكال، هل ضمنت ده مع الفاريشنز؟ هل ضمنت ده مع البروسيس فاريشنز والفولتج فاريشنز والتمبريتشر فاريشنز؟ طب ازاي اضمنه ان انا اخلي الباثز بتاعت يونيفورم؟ طب يعني ايه؟ تعال نفكر مع بعض كده اهو. دلوقتي وانا افترض ان انا عندي ايه ان انا عندي هنا الكلوك ايه الكلوك بطيئه عند مثلا ايدج 2 معين ده هنا عند رقم 2 ده الكلوك بتيجي بطيئه. طيب انا هاجي عند 1 وهنا انا عايز ابطئ الايه انا عايز ابطئ الكلوك. طب هتبطئها ازاي؟ هل هتبطئها بنفس الطريقه الكلوك عند 2 بيها بطيئه؟ طب يعني ايه بمعنى اخر؟ طب انا عندي هنا مثلا ديلي او انا عندي هنا مثلا 2 بافرز تمام واير لينس معين، وانا عندي هنا هحط واحد بافر بس مثلا وهادجست السترينث بتاعه البافر ده عشان يضمن لي ان واحد واثنين يجوا مع بعض بالظبط. طيب انا ضمنتها عن طريق ان انا عملت ادجستمنت في السترينث بتاع البافر ده، فكله معتمد على الادجستمنت اللي عملتها هنا اهو. طب لما يجي بقى الفاريشنز، الفاريشنز بتاثر في الوايرز بطريقه غير الطريقه اللي هتاثر بيها في البافر، فبالتالي انا ممكن الاقي البافر بتاعي ده اتاثر بالفاريشنز. ولما البافر اتاثر بالفاريشنز بقى الدليل عند واحد غير الدليل عند اثنين، لان السورسز اوف فاريشن اللي بتاثر على البافر غير السورسز اوف فاريشن اللي بتاثر على الواير. فمعنى ان انا اخلي الكلوك ديستريبيوشن يونيفورم ان انا اخلي الوايرز اللي في الباس ده زي الوايرز اللي في الباس ده، والبافرز اللي في الباس ده زي البافرز اللي في الايه زي البافرز اللي في الباس ده. ده هيضمن ايه؟ هيضمن ان لما تيجي الفاريشنز هتاثر على كل الباثز ايدنتيكالي. لما تاثر على كل الباثز ايدنتيكالي يبقى السكيو اللي انا عملت له سيميليشن في التيبيكال تيبيكال هيفضل رفلي هو هو الايه هو هو السكيو اللي موجود في الايه اللي موجود في البي في تي فاريشنز. ودي كنا يمكن شرحناها بقى اما قلنا ان السكيو فيه نوعين سيستماتيك او اربع انواع بقى شرحناهم في الحقيقه في الجزء اللي فات كان سيستماتيك والنوع الثاني كان الايه كان الراندوم. فهنا بنتكلم على الايه هنا بنتكلم على الراندوم سكيو. فزي ما كنا قلنا قبل كده بقى التشالنج الرئيسي في الكلوك ديستريبيوشن نتورك ان انا عايز ايكوالايز الفلايت تايم اللي هي الوقت اللي الكلوك بتاخده عشان توصل من الكلوك جنريتور الى الكلوك ريسيفرز اللي هي السيكوينشال اليمنتس اللي عندي في التشيب. انا عايز الفلايت تايم زي تبقى كلها زي بعض عشان الكلوك توصل عند كل السيكوينشال اليمنتس في نفس الايه في نفس اللحظه. زمان كان السيستماتيك كلوك سكيو هو الدوميننت سورس اوف سكيو،
فده بسبب ايه؟ بسبب ان ما كانش فيه توجه قوي ناحيه ان انا ديزاين جود كلوك ديستريبيوشن نتورك. فكان السيستماتيك سكيو بقى، احنا قلنا الحاجه السيستماتيك دي بتظهر لك اصلا في السيميليشن وممكن تعمل لها اصلا كومبنسيشن، بس النتيجه ان ايه، ما كانش فيه توجه، ما كانش فيه حاجه قويه ان اصلا الكلوك فيريتي كانت كبيره قوي، ما كانش فيه حاجه قويه ان انا اكمبنسيت الايه السكيو ده. فكان السيستماتيك كلوك سكيو هو الايه، هو الدوميننت كومبوننت. طيب لما بقى في توجه قوي ناحيه ان انا احاول اعمل ايه، احاول اعمل كانسليشن للسكيو عن طريق الكلام اللي احنا هنشرحه بعد دلوقتي، عن طريق ان هو استخدام الكلوك ديستريبيوشن نتوركس. فعن طريق استخدام الجود كلوك ديستريبيوشن نتوركس بقينا دلوقتي بنأتشيف فيري لو سيستماتيك سكيو، بقينا مينيمايز السيستماتيك سكيو. يعني احنا في الايه، في السيميليشن بتاعتنا بنبقى شايفين ان الايه السكيو بتاعنا ويذن كنترول، الموضوع بقى ايه بقى يعني كويس جدا. طب هيفضل بقى بعيد انواع الايه، بعيد انواع السكيو اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، اللي هي ايه، اللي هي الراندوم نتيجه للفاريشنز، الدريفت اللي هي الفاريشن اللي بيحصل مع التايم، والجيتر اللي هي الهاي فريكوانسي نويز. تفضل بقى الايه، بتفضل الكومبوننتس دي فهي دي اللي بتكونتريبيوت ايه، هي دي اللي بتكونتريبيوت الايه الميجر بارت اوف سكيو اللي احنا بنخاف منه دلوقتي. وطبعا النتيجه زي ما قلنا ان احنا صغرنا قوي الكلوك سايكل، فالكومبوننتس دي بقت انكريزنج فراكشن اوف ذا كلوك سايكل. قلنا مع بعض ايام ما شرحناها بقى ان احنا الجزء اللي هو الراندوم ده ممكن تعمل له كانسليشن افتر فابريكيشن، بس فور ايفري تشيف على حده تعمل له سام سورت اوف كاليبريشن، تحاول تكنسله. الدريفت ده نيجي هو بيتغير مع التايم، فممكن برضو تعمل له كاليبريشن، بس الكاليبريشن ده لازم يبقى ريفريش بيريوديكالي، عشان كل ما السكيو يدريفت ترجع انت تقلل ادابت الايه، ادابت الريبيترز بتاعتك او البافرز بتاعتك، بحيث ان هي تكنسل السكيو الجديد. الجزء بقى بتاع الجيتر ده زي ما قلنا ده ما ينفعش تعمله كانسليشن، انت بتحاول تقلعه من اصله بقى، بتحاول ايه تشوفه اصلا الجيتر ده جاي لك منين، زي مثلا باور سبلاي نويز، وتحاول تقلل النويز دي as much as possible. فور اكزامبل مثلا عن طريق انك تحط ديكابلينج كاباسيتورز، او تحاول تستعمل ريجليتور احسن، او اي حاجه من الايه، او اي حاجه من الحاجات دي، تحاول تجيب الايه السورس اوف نويز نفسه، بتحاول تدرس السورس اوف نويز ده. لكن وانس النويز دي اثرت على الكلوك بتاعتك هيبقى من المستحيل انك تعمل لها كانسليشن، دي هاي فريكوانسي فاريشنز. طيب ايه بقى الطريقه اللي احنا بنعمل بيها الكلوك ديستريبيوشن نتورك، واللي هي خلتنا نعرف نعمل كانسليشن دي السيستماتيك سكيو زي ما كنا بنقول؟ طيب الناس في الديزاين بتاع الهاي بيرفورمانس ديجيتال سيركتس في الحقيقه جربوا انواع كثيره من الكلوك ديستريبيوشن نتوركس، فهنعدي كده بريفلي على كل نوع منهم. هنشوف حاجه اسمها الجريدز والاتش تريز والسباينز، وحاجه اسمها الاد هوك ابروتش او الهايبريد ابروتش. فتعالوا نشوف اول نوع اللي هو استعمال الجريدز. يعني ايه جريد؟ يعني عندي ماش اوف هوريزونتال اند فيرتيكال وايرز. يعني ايه؟ يعني عندي شويه وايرز كده عامله شبكه اهو، عندي شبكه من الايه، شبكه من الوايرز، وبعدين بعمل ايه، بروح اعمل درايفنج للشبكه دي from middle or edges. يعني اما بدرايف الشبكه دي من السنتر بتاعها او من الميدل بتاعها، اما بدرايف الشبكه دي من عند الايه، من عند الايدجز بتاعتها. طيب نتيجه ان انا بدرايف الشبكه دي من نقطه معينه، فبالتالي هيكون عندي significant skew across the die بتاعتي. يعني انا هدرايف الشبكه دي فور اكزامبل من هنا، فالكلوك ديلي ما بين النقطه دي، لو انا هستعمل او انا هحط الدرايفرز بتاعتي في اللوكيشن ده كده اهو، السكيو ما بين النقطه دي اللي هي قريبه من الدرايفرز والنقطه دي اللي هي بعيده عن الدرايفرز، هيكون في فرق كبير، في فرق كبير ما بين الكلوك ديلي قريب من الريبيتر وبعيد عن الايه، وبعيد عن الريبيتر. وهنشوف مع بعض الايه الكلام ده اوضح عن طريق الايه الفيجرز اللي هنشوفها في السلايد اللي جاي. طيب بس قبل ما نروح للسلايد اللي جايه بقى، تعالوا برده نبص على كام بروبرتي مهمه لاستعمال الجريدز. هيبقى الريزيستنس ما بين النير باي بوينتس صغيره قوي، فبالتالي هيكون عندي لوس كيو بتوين نير باي اليمنتس. يعني ايه؟ طب انا قلت من شويه ان ما بين الكلوك هنا الديلي بتاعها عند النقطه دي كده هيكون مختلف عن الكلوك عند النقطه دي، نتيجه ان انا حطيت الدرايفرز او الريبيترز بتاعتي في اللوكيشن اللي تحت. لكن لو انا رحت بصيت عن تو لوكيشنز جنب بعض، لو بصيت على اللوكيشن ده مثلا واللوكيشن ده، نتيجه ان انا عامل جريد موصل كل الحاجات ببعض، خد بالك الجريد دي عباره عن متر، يعني كاني عامل شورت سيركت، بس الشورت سيركت ده ما هيش شورت سيركت في الحقيقه. ليه؟ لان الواير ده ليه ار وسي كومبوننت زي ما خدنا مع بعض، فما هيش ايه، ما هيش شورت سيركت، بس انا موصل الحاجات دي بمتر، فبالتالي انا عندي لو ريزيستنس ما بين كل نقطتين جنب بعض. طب ده هيترتب عليه ايه؟ هيترتب ان كل نقطتين جنب بعض او قريبين من بعض هيشوفوا اولموست ذا سيم كلوك. يبقى انا كده عندي سكيو صغير
ما بين الايه الاليمنتس اللي قريبه من بعض. طب ده هيستفيد منه انهي كونديشن عندنا؟ خد بالك احنا عندنا تو تايمينج كونديشنز اللي هم الماكس ديلي بتاع سيت اب تايم والمين ديلي اللي هو بتاع الايه اللي هو بتاع الهولد تايم. المين ديلي كان بيحصل امتى؟ كان بيحصل لما يكون الديلي بتاعي صغير قوي. ولو فاكرين قلنا الكلام ده بيحصل بالذات لما يكون عندك تو فليب فلوبس باك تو باك وقريبين من بعض، فالديلي ما بينهم ايه؟ فالدلي ما بينهم صغير. الكيس دي كده بتكون أسوأ كيس بالنسبة للهولد تايم فيوليشنز. طب في المثال بتاعي بقى اللي هو بتاع استعمال الجريد، هل هيكون عندي مشكلة في الكيس دي ولا لأ؟ خد بالك قبل ما تجاوب بقى ان انا دلوقتي مش بتكلم على intentional skew انا حطيته positive skew negative skew. ان انا حط intentional skew دي مش مشكلة، يعني انا ممكن اجي قبل الكلوك ديليمنت اللي انا عايزه احط شويه انفرترز انتشنالي كده عشان اقلل ديلي. ده انا ممكن احط اعمله بايديا، انا مش بتكلم عن كده، مش بتكلم ان انا اعمل انتشنال سكيو. انا بتكلم دلوقتي على الراندوم سكيو اللي بيافكت الاوبريشن بطريقه نيجاتيف. فاحنا عارفين دلوقتي ان الايه، عارفين ان الجيتر لما يكون عالي بيسوق الايه، بيسوق الهول تايم كونديشنز وبيسوق سيت اب تايم كونديشنز. طب انا بقول لك دلوقتي ان انا التو اليمنتس بتوعك دول لازقين في بعض ورايح لايح لهم نفس الكلوك نتيجه لان الكلوك متوصله بجريد. فبالتالي انا اكني بقول ان بالنسبه للتو اليمنتس دول اكني خليت السكيو بتاعي بزيرو، اكني عملت مينيمايزيشن للسكيو بتاعي، قللت الجيتر او الراندوم ايه او الراندوم سكيو اللي بيحصل بغض النظر بقى هو ايه، هو جاي نتيجه لانهي سورس. فبالتالي ده هيقلل الهولد تايم بروبلمز. ليه؟ لان هول تايم بروبلمز بتحصل زي ما قلنا ما بين النير باي اليمنتس اللي عندها الكونتامينيشن ديلي بيكون صغير. خد بالك ان لو التو فلوبس اصلا بعاد عن بعض هتلاقي ممكن يحصل برضو هيبقى عندي فلوب وراه فلوب، بس يكون فلوب الاولاني هنا اهو ويكون فلوب تاني هنا اهو. ساعتها اصلا السيجنال الداتا يعني وهي ماشيه من الفلوب ده للفلوب ده هتشوف واير ديلي كبير، فبالتالي يعني مش هتعاني في الغالب من هولد تايم فيوليشن. ان انا هبقى عندي واير ديلي كبير، هي زي ما يكون عندي لوجيك عامل لي ديلي مش فارقه في الاخر انا عندي ايه، عندي ديلي. مشكله بتحصل في الشورت باس. شورت باس يعني ايه؟ يعني الباس ما بين التو فلوبس صغير، فبالتالي الديلي ده صغير، ده اللي بيعمل لك الريس كونديشن. طب تعالوا نفكر بقى في حاجه ثانيه مع بعض بقى بالنسبه للراندوم سكيو. هل طريقه الجريد دي حلوه ولا طريقه الجريد دي وحشه؟ تعالوا نفكر مع بعض. لو انا عندي ده الكلوك سورس كده وانا عملت كلوك واير رايح هنا اهو عندك ايه، عند كلوك دي اليمنت معين هنا اهو، وعملت واير تاني كده اهو رايح تاني عند كلوك دي اليمنت كده اهو، الراندوم سكيو ما بين التو بوينتس دول هيبقى كبير ولا صغير؟ طبعا هيبقى كبير، كل واحد واخد باس غير الايه، واخد باس غير التاني، فبيحصل فاريشنز على الواير ده غير الفاريشنز بتحصل على الباس ده. يعني عندك باس وده باس تاني خالص، فبالتالي هيبقى في راندوم سكيو كبير ما بين التو بوينتس. طب لما اجي هنا واقوم جاي ما بين التو بوينتس دول واحط واير يعمل شورت سيركت ما بينهم، ده هيقلل الراندوم سكيو ولا هيحسن الراندوم سكيو؟ فكر كده. طبعا الاجابه ان هو هيقلل الراندوم سكيو، وبالتالي ده طبعا هيحسن الايه، هيحسن الراندوم، هيقلل ان هو يحسن. انا عايز الراندوم سكيو يبقى قليل، هو ده الايه، هو ده الحاجه كويسه بالنسبه لي. طب ليه هيحسنه؟ انا لما شورت التو وايرز مع بعض يبقى انا بخلي السيجنال دي تقريبا زي الايه، زي السيجنال دي، بحط لو ريزيستنس ما بينهم، اكني بعمل شورت سيركت ما بينهم. وهو ده اللي بيحصل في الحقيقه في حاله الجريد، ان انا بعمل شورت سيركت ما بين كل الايه، ما بين كل بوينتس تقريبا عن طريق الجريد اللي انا ايه، عن طريق الجريد اللي انا حطيتها. فبالتالي ده بيقلل الايفكت بتاعت الراندوم سكيو نتيجه ان انا عملت اولموست شورت سيركت، فخلت الفاريشنز في الايه، في الديلي ايرليفنت. طيب ايه العيب بقى الخطير جدا بتاع استعمال الجريد؟ العيب الخطير جدا في الحقيقه ان انا استعملت هيوج اماونت اوف ميتر، انا خدت لير كامله حجزتها ان انا عملت فيها الجريد بتاعتي دي. فانت عندك هيوج ميتال، فبالتالي هيوج كاباسيتنس، هيوج كاباسيتنس، يبقى انت محتاج هيوج درايفرز للكاباسيتنس دي برضو. احنا قلنا عايزين الكلوك تبقى سريعه وعندي كاباسيتنس كبيره، فلازم بقى استعمل ايه، فيري سترونج درايفرز. فيري سترونج درايفرز يعني معاك هيوج باور ايه، معاك هيوج باور كونسامبشن. فده الايه، العيب الرئيسي بتاع الجريد. تعالوا نشوف كده actual application لاستعمال الجريدز. ده كان في بروسيسورز اسمها الفا بروسيسورز، كانت من شركه اسمها داك دي سي ديجيتال اكويبمنت كوربوريشن، كانت واحده من اكبر الشركات في الحقيقه اللي في العالم بتعمل اي سيز، بس حصل لها مشاكل ماليه اتباعت كذا مره، وبعد كده الايه، وبعد كده البرودكتس بتاعتها بقت ديسكونتينيود. فكانوا بيستعملوا طريقه الايه، الكلوك جريد في الالفا بروسيسورز. تعالوا نشوف كده كذا مثال لاستعمال الكلوك جريد في البروسيسورز بتاعتهم. هو ده واحد من البروسيسورز، والخطوط اللي انتم شايفينها دي هي الجريد،
والمستطيل ده كده هو ده عباره عن الريبيترز بقى. فهنا بيدرايف الجريد فروم ذا ميدل. الريبيترز دي اللي هي واخده الشكل ده اهو، عامل ريبيترز بيدرايف فيها الايه، بيدرايف فيها الكلوك جريد. على الخريطه بقى اللي احنا شايفينها دي، الواي اكسس هنا عليه السكيو، ده السكيو ان بيكو سكند، وبعدين دي بقى ده الهوريزونتال اكسس بتاع الشيب، وده الاكسس الثاني بتاع الشيب، هما الاثنين هوريزونتال طبعا. فده الاكس والواي بتوع الايه، ده الاكس والواي بتوع الشيب. طيب هتلاحظ ايه بقى، اللاين اللي هو فيه الريبيترز اللي هو اللاين الاحمر ده كده اهو، موجود فين في الخريطه دي؟ هو موجود هنا تقريبا كده اهو، ده هو اللاين ده كده. كل ما ابعد عن اللاين ده هتلاقي ان الديلي بتاعك عمال ايه، عمال يزيد، السكيو بتاعك بيزيد. فانت عندك هنا دارج سيستماتيك سكيو في الحقيقه ما بين النقط اللي هي بعيده عن الريبيترز والنقط اللي هي قريبه من الايه، والنقط اللي قريبه من الريبيترز. وهنا نفس الكلام برضو، او ما بين النقطه دي كده والنقطه دي، انت عندك لارج سيستماتيك سكيو زي ما كنا بنقول. لكن لو خدت نقطتين جنب بعض، لو خدت النقطه دي والنقطه دي، هل السكيو بينهم كبير ولا صغير؟ السكيو بينهم صغير، نتيجه الايه، نتيجه الايفكت بتاعت الجريد. فبالتالي ما عنديش ايه، ما عنديش شارب فاريشنز في الايه، شارب فاريشنز في الديلي. اه ده اكزامبل تاني برضو لواحد من البروسيسورز بتاعت الالفا بروسيسورز، بس هنا بيعمل درايفنج بقى مش من ايه، مش من جزء واحد، بيعمل درايفنج من ايه، من جزئين. طبعا ده المفروض ان هو يقلل السكيو ولا يزود السكيو؟ طبعا ده هيقلل السكيو بتاعي، بعمل درايفنج فروم تو لاينز. طب ظاهرين فين التو لاينز دول؟ برضو اللي هنا الواي اكسس هو الايه، هو السكيو، السكيو هو السكيو ان بيكو سكند، ده الزد اكسس اللي موجود في الجراف بتاعي. فين الريبيترز اللي انا حطيتها؟ اهو هنا ده اهو خط من الريبيترز، وهنا ده الخط الثاني من الايه، الخط الثاني من الريبيترز. خد بالك ان along the line ده الديلي almost variations فيه صغيره جدا along the line. لما ابدا ابعد بقى عن اللاين بتاع الريبيترز هلاقي الديلي بيجيب ماكسيمم، بيوصل لماكسيمم هنا اهو في النقطه اللي في السنتر دي كده، وبيوصل برضه الماكسيمم عند الايه، عند الايدجز بتاعت الايه، عند الايدجز بتاعت الشيب. في البروسيسور اللي بعده بقى عمر ديزاين ايه، عمر ديزاين احسن شويه. خد بالك ان كل واحد بارت نمبر غير التاني. طب عمر ديزاين ازاي هنا؟ او جيم جم عند الكلوك ديستريبيوشن، هات لك بقى دي البي ال ال كده اللي بتعمل الجينريشن للكلوك. فخد من البي ال ال وعمل درايفرز هنا لحد لما وصل للسنتر، وبعدين بدا يوزع من الايه، بدا يوزع من السنتر، فراح في عمل جريد صغيره كده. خد بالك ان دي كده اكنها جريد برضه، شايف اللي فوق دي كده اهو، دي كده جريد. الجريد دي بتعمل ايه، بتخلي الديلي عند الاربع اركان دول زي بعض تقريبا، بتحاول انها تقلل الايه، تقلل الفاريشنز اللي بتحصل في الديلي زي ما قلنا. طيب وبعدين بوصل هنا عند السنتر بتاع كل ايه، بتاع كل كوارتر من الشيب، وهنا اقسم الشيب لاربع كوارترز، وصل عند السنتر بتاع كل كوارتر، من السنتر ده قام رجع تاني راح للايه، رجع تاني راح للايدجز، وعند الايدجز بقى قام حاطط الريبيترز بتاعته. فهنا بيدرايف كل كوارتر من الشيب بفور روز اوف ريبيترز، والفور روز دول محطوطين على اربع اضلاع بتوع الايه، بتوع الكوارتر، زي ما قلنا الريبيترز واخده الايه، واخده الشكل ده. طب هنتوقع بقى ان الديلي هيكون عامل ازاي؟ اتوقع ان الديلي هيكون مينيمم في المكان اللي انا حاطط فيه الريبيترز، اللي هو انهي مكان، اللي هو المربع ده كده اهو، هو المربع ده هيكون فيه الديلي مينيمم. طب الديلي هيكون ماكسيمم فين؟ الديلي هيكون ماكسيمم لما اجي عند السنتر بقى بتاع المربع. هتقول لي ازاي، ما السنتر بتاع المربع ده فيه كلوك؟ اقول لك لا، خد بالك السنتر بتاع المربع ده فيه كلوك as a part of the clock distribution network، مش رايح لسه للكلوك دي اليمنتس، هو اللي رايح للكلوك دي اليمنتس بعد لما رحت عند الايه، بعد لما رحت عند الريبيترز دي، بعد لما رحت عند الريبيترز هنا في الاركان دي كده اهو، وقتها هروح للكلوك دي اليمنتس. لكن انا هنا كنت لسه بوزع بس الكلوك لحد لما اوديها لحد الايه، لحد الريبيترز. فهنشوف مع بعض هنا اهو، هتلاقي ان الايه، هتلاقي ان الديلي ماكسيمم فعلا في السنتر بتاع كل ايه، في السنتر بتاع كل مربع. وبرده عندي نفس المشكله ان ما بين الرو اللي هو محطوط فيه الريبيتر، اللي هو الرو ده كده، خد بالك الريبيترز محطوطه هنا اهو كده، محطوطه هنا اهو، محطوطه هنا اهو، ما بين المكان اللي فيه الريبيتر وما بين ابعد مكان عن الريبيتر عندي لارج سيستماتيك سكيو. انت لو بصيت على السكيو اللي هنا ده هتلاقي السكيو بيفاري يعني ارقام كبيره جدا، يعني هنا فوق الايه، فوق ال 60 بيكو سكند سكيو عندك في الايه، سيستماتيك سكيو عندك في الديستريبيوشن نتورك. خد بالك بقى الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان الكلوك ديستريبيوشن نتورك بتاعتك يونيفورم، يعني ما تبص على كل الباثز هنا هتلاقي كل الباثز زي بعض. وده السبب بقى ان هو ما خدش من البي ال ال مثلا، انا هروح للكوارتر اللي قريب مني، ما ينفعش لو راح للكوارتر اللي قريب منه الاول ده كده هيعمل ايه، كده هيعمل سكيو كبير. وما هو راح فين؟ راح الاول عند السنتر،
وبعد كده بدأ يمشي بيونيفورم باثز لحد لما يوصل لكل رو في ايه، لحد لما يوصل لكل رو اوف ريبيترز. لو انت بتتكلم بقى على كلوك بيريودز بطيئه جدا، هتقولي هو 60 بيكو سكند ده يعتبر رقم كبير ولا يعتبر رقم صغير؟ لك حسب بقى الكلوك بتاعتك. ولو انت عندك كلوك كبيره قوي، تتكلم على سيستم بقى بطيء مثلا 100 ميجا، فالبيريود 10 نانو سكند، تقول بس 60 بيكو سكند دي ولا حاجه. لو انت بتتكلم على سيستم بقى يعني الترا هاي بيرفورمانس، بتتكلم على الكلوك بتاعتك البيريود بتاعتك يعني عباره عن هاندردز اوف بيكو سكندز، يبقى 60 بيكو سكند دي تعتبر حاجه ايه، تعتبر حاجه سيجنيفيكنت. لو انت شغال بفريكوانسي 4 جيجا مثلا فور اكزامبل، معناها ان الكلوك بيريود 250 بيكو، لما اقصد منها انا 60 بيكو سكيو، يبقى انا كده ضيعت ايه، يبقى انا كده ضيعت اولموست ربع الايه، ربع الكلوك سايكل عشان بس اخد ايه، اخد سكيو بادجت. طبعا ده يعتبر رقم كبير قوي. طبعا خد بالك بقى ان هو ما بين كل جنريشن والتانية كان بيحاول يحسن في السكيو. في الاول لو بصيت على السكيو هنا كان في ايه، كان ب 240 بيكو سكند، فلما عمل درايفنج ب 2 روز اوف ريبيترز قعد السكيو شويه، بقى هنا عندك ايه، بقى هنا عندك 80. لما عمل درايفنج بالطريقه اللي هو عملها لما قسم الشيب لفور كوادرنتس، قعد السكيو هنا لايه، ل 60. في كل مره كان بيحاول يحسن في الايه، في السكيو شويه. لكن النتيجه زي ما قلنا بقى في كومن درو باك في الطرق دي كلها، وهي الايه، وهي الهيوج باور كونسامشن بتاع الايه، بتاع الجريد نتورك اللي انا عملتها. فدي خلت الطريقه دي في الحقيقه مش براكتيكال، مع يعني بقت الباور كونسامشن احد اهم فاكتورز عندنا في الديزاين، فبقت الطريقه دي نوت براكتيكال اني مور. طيب الطريقه الاحسن منها شويه بقى هي ايه، هي ان احنا نستعمل تريز، واحد اشهر التريز ان انا استعمل اتش تريز. ايه الاتش تريز دي؟ الاتش تريز دي عباره عن فراكتال ستراكشر. يعني ايه فراكتال ستراكشر؟ يعني عندي شكل وبعد اكرر الشكل ده. يعني ايه؟ يعني حابب اعمل ريكيرسيف دروينج لاتش شيبس. خد بالك ان انا عندي الفراكتر ستراكشر في الكيس بتاعتي دي هو حرف الاتش، فبعد اكرر حرف الاتش ده كذا مره. ازاي؟ تعالوا نبص مع بعض. انا الاول هودي الكلوك بتاعتي للسنتر بتاع التشيب بالشكل ده. طب بعد ما اوديها للسنتر بتاع التشيب هعمل حرف اتش كده، اهو ده كده حرف ايه، ده كده حرف اتش. بعد كده هروح عند حرف، عند اخر خط، اخر نقطه في حرف الاتش ده، ومعامل حرف اتش جديد بالشكل ده. نفس الحكايه هنا، اروح عند حرف الحرف اتش ده واعمل حرف اتش جديد، واروح هنا برده عند البوينت دي ابعد بوينت واعمل حرف اتش ايه جديد. حرف الاتش الجديد برده اروح عند ابعد نقطه وارجع اعمل حرف ايه، وارجع اعمل حرف اتش جديد. ده معنى الريكيرسيف دروينج اوف اتش شيبس، وده معنى انا عندي فراكتال ايه، فراكتال استراكشر. طب ايه ميزات الايه، ايه ميزات الاتش تريز دي؟ اول ميزه الاتش تريز ان انا عن طريق ان انا بقعد اعمل ريكيرسيف دروينج الحرف الاتش ده، اقدر اوصل بالكلوك بتاعتي لاي نقطه على التشيب، من غير خد بالك ما استعمل بقى ايه، من غير ما استعمل هيوج وايرز وهيوج كاباسيتانس زي في الكيس بتاعت الايه، زي في الكيس بتاعت الجريد. طيب ايه كمان من ميزاتها؟ ان انا اقدر اعمل ماتشنج لي الديلي الونج الباثز. يعني ايه؟ يعني خد بالك ان احنا عندنا زمان نوعين من السكيو هنتكلم عليهم، السيستماتيك والايه والراندوم. الجريد كانت بتحل لك مشكله الراندوم عن طريق ان هي بتشورت سيركت كل حاجه مع بعضها، لكن كان عندها لارج سيستماتيك سكيو، لان انا عندي في حاجات قريبه قوي من الريبيترز وحاجات بعيده قوي عن الايه، حاجات بعيده قوي عن الريبيترز. لكن لو انا بصيت هنا دلوقتي على الايه، على التري بتاعتي، لو انا مثلا خدت النقطه دي والنقطه او النقطتين اللي هما A وB، تعال ناخد نقطتين A وB دي، اهو نقطه A ونقطه B، اه دي كده ودي كده، هل ما بين A وB هل عندي لارج سيستماتيك سكيو ولا عندي لو سيستماتيك سكيو؟ تعال نفكر مع بعض كده. هو سيستماتيك سكيو ده السكيو المفروض اللي هو جاي نتيجه الغلطه في الايه، غلطه في الديزاين، نتيجه الان ماتش ديليز والكلام ده. طب مش الباس بتاع ايه، هو هو اكزاكتلي نفس الباس بتاع مين، هو هو نفس الباس بتاع مين، فبالتالي هيبقى السيستماتيك سكيو منهم صغير. لكن نرجع بقى للراندوم، ايه نرجع للراندوم سكيو. الراندوم سكيو بيحصل زي ما قلنا فاريشنز، ايه فاريشنز كبيره في الايه، في الديلي، نتيجه الفاريشنز اللي بتحصل في البروسيس او الفولتج او التمبريتشر. فبالتالي انا عندي A و B كل واحده واخده كومبليتلي ديفرنت باث، واخده كومبليتلي ديفرنت باث، فممكن يكون في سورس اوف فاريشنز هياثر على الديلي بتاع B وما ياثرش على الديلي بتاع A. هتقول لي مش هم هم نفس الوايرز ونفس الريبيترز نفس كل حاجه، اقول لك اه، بس افرض معايا فور اكزامبل مثلا ان انا عندي المالتي كور تشيب مثلا، وبعدين انا مشغل الكور اللي موجود ناحيه بي، فالكور اللي موجود ناحيه بي ده سخن
الجزء من التشيب اللي موجود ناحيه بي، يبقى كده الجزء اللي ناحيه بي هيبقى سخن فهيبقى سلو. خد بالك ان الحراره لما بتزيد السبيد بتقل في الحقيقه، لو انت شغال في السترونج انفيرجن يعني اللي هو الطبيعي اللي احنا بنشتغل فيه، مش شغال في السب ثريشولد زي ما هناخد في المحاضره الجايه. لو انت شغال في الطبيعي الحراره لما بتزيد انت كده بتبقى افضل، فكده ممكن الايه التري اللي رايحه لحد بي تبقى بطيئه والتري رايحه ناحيه اي تبقى سريعه. فمع ان النقطتين اللي هم اي وبي دول جنب بعض بالظبط، لكن ممكن يبقى في بينهم سكيو كبير. طب ده كان بيعمل لك بقى مشكلة امتى؟ ده كان بيعمل لك مشكلة في الهولد تايم فايوليشنز. تخيل ان اي وبي دي هما الاثنين بيعملوا درايفنج التو فلوبس قدرا باك تو باك، اهو دي كده ايه ودي كده بي، والتو فلوبس دول باك تو باك، والواير دي ما بينهم مينيمم فيري شورت ايه فيري شورت باس، وعندك لارج راندوم سكيو ما بين اي وبي، ده ممكن يعمل لك هولد تايم فايوليشنز. خد بالك بقى تاني من الفرق ما بين التريز دي وما بين الجريد. انا في الجريد مثلا وليكن كنت حاطط ريبيترز في النص بالشكل ده، فبالتالي الديلي ما بين النقطه دي والنقطه دي كان كبير، كان في سيستماتيك سكيو كبير. لكن هنا مع استعمال التريز، لو انا خدت النقطه دي والنقطه دي، هل في سيستماتيك سكيو ما بينهم؟ لا. ليه؟ هما الاثنين لو بصيت هتلاقيهم واخدين نفس الباث بالظبط. هي دي فكره التري، انا بوصل للنقطه القريبه في الحقيقه. هتقولي طب النقطه دي كانت قريبه قوي، ليه ما رحتلهاش من السكه دي؟ من السكه دي كانت اقصر. ما انت لو رحت لها من السكه اقصر زي ما كنا بنعمل في الجريد هيعمل لك لارج سيستماتيك سكيو. فانا خدتها من السكه الطويله ان انا امشي كده اهو عشان يبقى كل البوينتس ماتشد لبعض، النقطه البعيده عن السنتر زي النقطه القريبه من السنتر، كده كده هوصل لها عن طريق الايه عن طريق الاتش 3. يبقى نراجع مع بعض تاني بقى. الجريد كانت حلوه في الراندوم بس وحشه في السيستماتيك. التريز الاتش تريز العكس، هي في الهي حلوه في السيستماتيك لكن وحشه في الايه وحشه. انت تكون وحشه في الراندوم زي في الكيس بتاعت اي وبي، ساعتها تبقى وحشه في الراندوم. خد بالك لو انا بتكلم مثلا على كيس تانية، مثلا لو قلت لك مثلا عندي اي مع سي مثلا، او هل هيبقى بينهم سكيو كبير؟ لا، ده هيبقى السيستماتيك كويس والراندوم برضه كويس، ان هم قريبين من بعض ونفس اللي بيعملوهم درايفنج نفس الايه نفس الوايرز. امال ايه مشكله اي وبي؟ مشكله اي وبي ان هم قريبين من بعض بس هم ليفز اوف ديفرنت ليجز، يعني كل واحد جاي من تري مختلفه من شجره مختلفه، هم افرع ورق شجر بس جايين من ايه؟ جايين من جذوع شجره مختلفه. ايه جايه من جذع الشجره اللي موجود ناحيه الشمال، وبي جايه من جذع الشجره اللي موجود ناحيه الايه اللي موجود ناحيه اليمين. فده زي ما قلنا بقى ممكن يعمل لك مشكله كبيره مع ايه مع الهولد تايم كونديشنز. طبعا ميزه بقى مهمه جدا زي ما قلنا للتريز ان انا عندي ماتش لوور واير يوزج وبالتالي ماتش لوور كاباسيتنس كومبيرد للجريدز، وده برضه هيترجم لماتش لوور باور ايه باور كونسامشن في كلوك ديستريبيوشن نتورك. طبعا خد بالك بقى ان في الايه في الواقع اكيد الاتش تريز ما بتبقاش شكلها جميل قوي كده زي ما الكتاب بيقول، ومبقعدش اعملها برضو ريكيرسيف قوي بالشكل ده، لان انا في الحقيقه انا عندي راوتنج لسيجنالز ثانيه كتيره قوي، وما عنديش الايه ما عنديش لاير كامله محجوزه عشان خاطر الايه عشان خاطر الكلوك والبافرز بتاعتها. خد بالك ان انا لما باجي احط البافرز انا لازم اقعد انزل، ما البافرز دي ترانزستورز موجوده تحت خالص في السبستريت، انا لازم اقعد انزل من فوق لحد تحت وبعد كده اطلع. لو انا بعمل راوتنج يعني في التوب ميتال لاير لازم انزل لحد تحت في الريبيتر وبعد كده اطلع لفوق تاني لحد التوب ميتال لاير، فكل الكلام ده بياخد ايه بياخد ميتال يوزج. فبالتالي مش بتلاقي الشكل الايه شكل اللطيف الريكيرسيف ده موجود قوي. فلو بصينا على حاجه اكتوال برضو، ده ايتينيوم بروسيسور من انتل بيستعمل موديفايد اتش 3. فين الاتش دي؟ طبعا انت مش شايف اتش ولا حاجه، هي في اولموست اتش واحده في الحقيقه. الاتش دي جايه منين؟ جايه من البرايمري بافر اللي موجود هنا ده، البرايمري بافر اللي هو موجود عند السنتر ده كده اهو، وبعد كده عندك اتش اي اهو، ده كده حرف ايه ده كده حرف الاتش، وبعد البرايمري بافر اللي هو عامل حرف الاتش ده عندك هنا في ريبيترز بقى على الاطراف على الاطراف بتاعه حرف الاتش. عندي هنا الايه عندي هنا الريبيترز بتاعتي، فهو هنا بيحاول يستعمل اتش تريز لكن الموضوع بيطلع الى حد ما يعني شكله مشوه نتيجه للايه نتيجه لان الراوتنج زي ما قلنا ما بيكونش ايه ما بيكونش بمزاجك قوي، انت بتبقى محكوم بعوامل تانية كتير. ففي التشيب دي كنا عاملين 4 ليفلز اوف بافرنج في الكلاود ديستريبيوشن نتورك، في البرايمري درايفر زي ما قلنا اللي هو موجود في السنتر، وفي الريبيترز دي اللي هي موجوده عند الاطراف بتاعه الحرف الاتش الرئيسي اللي موجود في التشيب، وبعدين عندك سكند ليفل اوف كلوك بافرنج اللي هي سي ال اس بي. سي ال اس بي هي اللي موجوده في الاماكن اللي هي بتشاور عليها الاسهم دي كده اهو،
دي سكند ليفل اوف كلوك بافرنج. خد بالك ان كل ده انا لسه ما وصلتش للكلوك دي اليمنتس، انا مجرد بس بوزع الايه، بوزع الكلوك على التشيب لحد لما اوصل بقى اللي بعد السكند ليفل اوف كلوك بافرنج ده لعند الجيترز. الجيترز بقى هم اللي بيعملوا درايفنج للايه، درايفنج للكلوك دي اليمنتس بتاعتي. طب انا عايز بقى قبل ما اسيب الايه، قبل ما اسيب اللاتش تريز، حد يقول لي بقى حل ذكي للمشكله بتاعتها. لو انا المشكله بتاعتها ان ما بين نقطتين زي A و B هيكون عندي لارج راندوم سكيو في الحقيقه، وده ممكن يعمل لك هولد تايم فايوليشنز. حد بقى ايه يعمل بوز كده وحاول تفكر في حل ذكي في المشكله دي. الحل الذكي والبسيط ان انا هوصل A B بس كده، هعملهم واير، فاجي عند اطراف الايه، اطراف الليفز بتاعه التريز بتاعتي، ووصل الليفز دي ببعض كاني بعمل ايه، بعمل جريد صغيره ما بين اطراف الايه وما بين اطراف التري. يبقى انا كده هميمايز الراندوم سكيو، بعمل افريجنج للسكيو ما بين النقطتين دول، وده يعتبر هايبرد ابروتش زي ما هنشوف ان شاء الله قدام. تعالوا بقى نشوف دلوقتي الطريقه الثالثه اللي هي طريقه السباينز. طريقه السباينز دي انت اللي كانت بتستعملها في البنتيوم بروسيسورز، بنتيوم 2 بنتيوم 3 وبنتيوم 4. طيب طريقه السباينز دي فيها شبه من الجريدز في ان الكلوك بافرز ما هياش ديستريبيوتد في التشيب كلها كده زي الايه، زي التريز. لا، البافرز بتاعتي لوكيتد في فيو روز اكروس ذا تشيب، يعني منجمعه في صفوف معينه. ففي المثال مثلا اللي تحت ده انا عندي تو سباينز. خد بالك سباين دي اللي هو العمود الفقري، لكن التشيب ليها كذا عمود ايه، ليها كذا عمود فقري. فانا عندي هنا عمود اهو بالشكل ده، وعندي هنا عمود ايه، وعندي هنا عمود بالشكل ده. فعندي سباين 1 وعندي سباين 2، لكن بقى مش هستعمل طريقه الجريد. خد بالك طريقه الجريد اللي انا كنت بعمل بقى ايه، شبكه من الوايرز، غابه من الوايرز، وكلهم شورت سيركت مع ايه، كلهم شورت سيركت مع بعض. لا انا مش هعمل كده. اما هنعمل ايه، هنستعمل سيربنتاين وايرز. سيربنتاين وايرز ده اللي هو زي لعبه السنيك، لو انت فاهم، لو انت بتستعمل موبايلات نوكيا بقى بتاع زمان، لو انت شخص قديم شويه كان في لعبه اسمها السنيك، فده هو ده السيربنتاين واير. واحد هيقول لي طب ايه الهدف من السيربنتاين واير دي، بتعمل لي ايه يعني؟ اقول لك ما هي مشكله الجريد ان الجريد كانت بتمشي بطريقه ايه، بطريقه يونيفورم بالشكل ده. فبالتالي لو انا عندي زي ما قلنا كلوكد اليمنت قريب من السباين هيبقى ليه ديلي صغير، لو كلوكد اليمنت بعيد عن السباين هيكون ليه ديلي كبير، وده هيعمل لك سيستماتيك سكيو كبير. سيربنتاين وايرز بقى بتحل لك الايه، بتحل لك المشكله دي. طب بتحلها ازاي؟ اهو تعالوا نبص مع بعض. انا عندي مثلا في النقطه دي كده عندي اليمنت بعيد عن السباين هيبقى ليه ديلي كبير. طب عندي هنا اليمنت مفروض ان هو قريب من السباين، مفروض ان هو يبقى ديلي صغير. انا مش هروح له على طول بقى، يعني مش هعمل له واير بالشكل ده، لا مش هعمل كده. لو عملت كده هيكون سيستماتيك سكيو كبير. امال اعمل ايه؟ لف ودور. الف ودور ليه؟ عشان يبقى طول الواير ده تقريبا زي طول الواير ده، يبقى ليهم نفس الديلي. فبالتالي انا هوصل للنقط الايه، النقط الحمراء دي كده اهو، النقط اللي انا برسمها باللون الاحمر دلوقتي دي هوصلها كلها عند نفس الايه، عند نفس اللحظه، وهي دي النقط اللي هتروح للجيترز بقى اللي بيعملوا درايفنج للايه، للكلوكد اليمنتس بتاعتي. طب من ناحيه الايه، الكاباسيتيف لودنج كده، تعالوا نقارن السباينز بالتو ابروتشز اللي احنا شفناهم قبل كده. طبعا مقارنه بالجريدز اكيد السباينز احسن، يعني الكاباسيتيف لود اقل، فبالتالي هيكون الايه، هيكون الباور كونسامشن والميتال يوزج اقل. لكن مقارنه طبعا بالاتش 3 برضه السباينز، نتيجه ان انا بعمل سيربنتاينز كتير، فده بيترجم لكاباسيتيف لودنج ايه، كاباسيتيف لودنج كبير والميتال يوزج كتير والباور كونسامشن برضه كبير. اهو ده هنا بقى مثال حقيقي للبنتيوم 4 بروسيسور من انتل، يمكن ده اوضح شويه من المثال بتاع الاتش 3 بتاع الايتانيوم. فواضح هنا السباينز بتاعتي اهي، انا عندي هنا 3 سباينز في الحقيقه، هي طبعا مش ماشيه خط مستقيم قوي لكن واضحه. اهو عندي هنا سباين اه، وعندي هنا سباين، وعندي هنا برده كمان سباين. السيربنتاين وايرز بقى انا بستعملها مع الـ مع السباينز، ممكن تعمل لك نفس المشكله اللي كنا اتكلمنا عليها في الـ في التريز بقى، ان هي لو انت عندك نير باي اليمنتس ممكن يبقى في ما بينهم سكيو كبير. يعني لو تخيلت مثلا عندي سيربنتاين بالشكل ده وسيربنتاين تاني بالشكل ده كده اهو، وهما الاثنين بيعملوا درايفنج لتو اليمنتس قريبين من بعض، بس عندي تو كومبليتلي ديفرنت ايه، تو كومبليتلي ديفرنت باثز، فممكن يبقى في ما بينهم في الاخر لارج راندوم سكيو. في المثال بتاع بنتيوم 4 اللي هو معانا الصوره بتاعته، كان ال 3 كلوك سباينز دول بيعملوا درايفنج ل 47 اندبندنت كلوك دومينز، كل واحد كان ممكن يحصل له كلوك جيتنج انديفيديوالي،
والكلوك جيترز بقى بتاعت كل كلوك دومين كان فيها adjustable delay buffers. وزي ما قلنا بقى عند adjustable delay buffers دي اقدر اعمل ايه؟ اقدر ان انا اكنسل السيستماتيك والراندمنس كيو. اقدر اشوف الراندمنس كيو كمان بعد الفابريكيشن واعمل كنسليشن للراندمنس كيو عن طريق ان انا بادجست الدري بتاع الايه بتاع البافرز. ممكن كمان اعمل بافرز بالبافرز دي حاجه مهمه جدا. اعمل ايه؟ اعمل انتنشنال كيو عشان احل بالانتنشنال كيو ده تايمينج فايليشنز عندي. اما ان انا ازود البرفورمانس ان انا احل ايه هول تايم فايليشنز. فممكن تحط انتنشنال كيو نتيجه ان البافرز بتاعتك اصلا ادجست. الابروتش الرابع في الكلوك ديستريبيوشن ان انا اعمل اد هوك ديستريبيوشن. يعني ايه؟ يعني اعمل ديستريبيوشن بطريقه لحد كبير طريقه عشوائيه، ولكن احول يعني مش بتبع شكل معين نمط معين زي النمط بتاع السباينز او التريز او الحاجات دي. لا، يعني هو الموضوع لحد كبير عشوائي، بس بحاول بقى ان انا ايكوالايز الواير لينثز او اد بافرز عشان ايكوالايز الديليز، لكن من غير ما الكلوك تري بتاعتي تاخد شكل ايه، تاخد شكل معين. ده في الحقيقه بيحصل في معظم الايسكس اللي هي بتشتغل ات مودريت بيرفورمانس. مودريت بيرفورمانس ده مش معناها ان هي بتشتغل بالكيلو هرتز، لا، يعني معناها ان هي بتشتغل برضو بسبيد عاليه، بس مش مقربتش من الاكستريم بتاع التكنولوجي. فاحنا بنتكلم دلوقتي على ان التكنولوجي بتاعتنا اصلا ممكن تجيب ايه، ممكن تجيب في الحقيقه يعني مور ذان 10 جيجا هرتز في الحقيقه، بس احنا مش بنشتغل عند السبيدز العاليه قوي دي نتيجه الباور كونسامشن ايه، نتيجه الباور كونسامشن ليميتس. فلو انت شغال عند هاندردز اوف ميجا هرتز ده يعتبر مودريت ايه، ده يعتبر مودريت سبيد، ما يعتبرش هاي سبيد. ساعتها ممكن تستعمل بقى الايه الاد هوك ابروتش ده، تخلي الايه التول بتاعتك البليس اند راوت تول هي اللي تعمل سنثيسيس للكلوك تري، وتحاول ان هي تادجست الديليز وتنسرت البافرز من غير ما تتبع شكل معين من الاشكال اللي احنا كنا بنشوفها في ايه في الهاي بيرفورمانس مايكرو بروسيسورز. الطريقه دي ممكن ان انا احصل بيها على لو سيستماتيك سكيو عن طريق ان انا ادجست السايزنج بتاع البافرز، لكن ممكن يكون فيها راندوم سكيو كبير. ليه ممكن يكون فيها راندوم سكيو كبير؟ لان في الحاله دي في الحقيقه هيكون الباثز بتاعتي مش يونيفورم. يعني ممكن باث يكون دومين الجزء الدومينانت في الديلي هو الواير ديلي، وفي الباث الثاني يكون الجزء الدومينانت في الديلي هو الجيت ديلي، والاثنين زي ما قلنا الفاريشنز بتاثر فيهم بطريقه ايه، بطريقه غير الثانيه. فبالتالي لو انت هتستعمل الابروتش ده لازم تكون كونزرفاتيف شويه لما ديفاين سكيو بادجت. يعني لازم تاخد سيف مارجن شويه ان لو حصل سكيو انت مش متوقعه، راندوم سكيو التول بتاعتك مش قادره ان هي تعمل له استيميشن، لسه الديزاين بتاعك يشتغل بطريقه سليمه. خاصه بقى لما نتكلم على الهول تايم فايليشنز، زي ما احنا عارفين سيت تايم فايليشنز انا ممكن احلها عن طريق ان انا اقلل البرفورمانس بتاع السيستم، ان انا ابطا الايه، ابطا كلوك سبيد. طبعا انا هخسر في البرفورمانس، بس على الاقل السيستم هيكون فانكشنال. لكن هول تايم فايليشنز معناها السيستم بتاعك هيكون ايه، هيكون مش فانكشنال اصلا، بغض النظر بقى عن الفريكوانسي اللي انت مدخلها. اخر ابروتش هناخده هو الهايبريد ابروتش. يمكن ده يعني the most effective one، وقلنا كده عرضا احنا بنتكلم على الاتش تريز. انا ممكن استعمل الاتش تريز عشان اوصل بالكلوك بتاعتي to many points across the chip، فده هيديك زي ما قلنا low systematic skew. وبعد كده اتاي بقى البوينتس اللي هي الاطراف اللي ايه، اطراف التريز دي مع بعض باستعمال جريد. فبالتالي ده هيعمل ايه؟ بالتالي ده هيقلل الراندوم لوكال سكيو ما بين النير باي اليمنتس. يعني ما بين النير باي اليمنتس بقى هحصل على سكيو قليل، فبالتالي ده برضو هيضمن لي ان انا ما يحصلش عندي هول تايم فايليشنز. اي بي ام استعملت الابروتش ده اللي هو الهايبريد ابروتش في الباور 4 والباور بي سي بروسيسورز. فكان عندهم اتش 3 بتدرايف سيكتور بافرز، وبعد كده كل بافر منهم بيدرايف 1024 نقطه. في الاخر باخد النقط دي كلها واعمل لها شورت سيركت مع بعض باستعمال جريد. وكانوا عاملين بقى ان هاوس الكات تول بتاعتهم اللي كانت بتعمل ايه، اللي كانت بتعمل الموضوع ده وتعمله تيونينج عشان تحاول ان هي تادجست الديليز. طب عشان نختم بقى المحاضره بتاعت الكلوك ديستريبيوشن دي، انت كديزاينر ازاي تتعامل مع موضوع الكلوكس كيو ده وانت بتعمل الكلوك ديستريبيوشن نتورك وانت بتعمل الديزاين بتاعك؟ اول ابروتش ان انت تجنور السكيو خالص. هتعمل السكيو ده مش موجود. طب السكيو ده كان بيأثر عليك في ايه؟ كان بيأثر عليك في الهولد تايم فايليشنز والست اب تايم فايليشنز. طب بالنسبه للهولد تايم فايليشنز حله بطريقه ثانيه. طب حله بطريقه ثانيه ازاي؟ مشكله الهولد تايم فايليشن كانت بتحصل نتيجه لما يكون عندك PCB صغير قوي.
خلاص اعمل الفلوبس بتاعتك بحيث ان هي يكون ليها كونتامينيشن ديلي كبير اصلا, فبالتالي تضمن ان انت عمرك ما يحصل عندك هول تايم فايوليشنز لما يكون عندك فور اكزامبل باك تو باك فليب فلوبس. فانا هديزاين في الحقيقه سيف فليب فلوبس, حتى لما يحط فليب فلوبس باك تو باك اضمن ان انا ما يحصليش ايه, ما يحصليش هول تايم فايوليشنز. هتحاول تديزاين السيستم بتاعك ان هو يران اس فاست اس بوسيبل. لما تيجي بقى في الحقيقه بقى تصنع التشيب دي هتلاقي ان السكيو في الحقيقه بيعمل نيجاتيف امباكت على البرفورمانس بتاعك, هيخلي التشيب بتاعتك ابطا مما انت متوقع, فهتقلل الكلوك فريكوانسي لحد لما تلاقي التشيب بتاعتك فانكشنال, يبقى كده الموضوع ايه, يبقى كده الموضوع خلص. فبالنسبه لك انت اثناء الديزاين بروسس هتجنور السكيو, بعد لما تصنع التشيب هتلاقي ان التشيب ابطا مما انت متوقع نتيجه للسكيو, بس هتكون فانكشنال نتيجه ان انت عملت حساب الهول تايم فايليشنز بانك كبرت في سي دي, وخلص الموضوع على كده. طبعا الكلام ده بعده ممكن ينفع في السيستمز اللي شغاله ويز ايه ويز مودريت سبيدز, لكن لو انت بتتكلم بقى على هاي بيرفورمانس سيستمز انك تجنور السكيو ده هيبقى حاجه مش وارده اصلا, ان السكيو بيكون سيجنيفيكانت فراكشن اصلا من الايه من الكلوك سايكل بتاعتك. طب تعال نشوف ابروتش تاني. ابروتش تاني بيقول لك حاول تحسب السكيو وشوف اسوا سكيو وحط الاسوا سكيو ده كبادجت في كل الباثز. طبعا الابروتش ده يعني فيري بيسيمستك بقى, الابروتش الاولاني كان اوبتيمستك خالص بيجنور السكيو يعتبر السكيو مش موجود, الابروتش التاني ده فيري بيسيمستك, ده انت هتاخد الورست سكيو تعتبر ان هو موجود في كل الايه في كل الباثز. خد بالك ان السكيو ده بيخصم من الكلوك سايكل بتاعتك, بيخصم من الوقت اللي انت المفروض تعمل فيه ايه, تعمل فيه اللوجيك اللي انت عايز تعمله, اللوجيك اوبريشنز اللي انت عايز تعملها. فلو انت السكيو بتاعك سيجنيفيكانت فراكشن من كلوك سايكل وده موجود في الهاي بيرفورمانس سيستم زي ما قلنا ان انت عمال تزود فيه كلوك سبيدز, فبقت الكلوك سايكل بتاعتك around 25 and out of 4, فلما يكون عندك بقى السكيو بتاعك يمكن 5 and out of 4 او اكتر, يبقى انت كده بتتكلم على ربع الكلوك سايكل اولموست ضايع في الايه, ضايع في السكيو. يبقى انت كده هتضيع ربع الكلوك سايكل في التشيب كلها, رغم ان مش كل الباثز هتشوف الورست كيس سكيو ده, وده ممكن يكون موجود في باث او 2 أو 3 أو 4, انت كده هتطبقه على كل الايه, هتطبقه على كل الباثز, طبعا ده هيبقى برده فيه لوس كبيره في الفيت بيرفورمانس. طيب تعال نبص على الابروتش الثالث. الابروتش الثالث يقول لك خلاص انا هاسيوم ان انا عندي سكيو 10%, يعني ده رقم كده كونزرفاتيف بتعتبره كده يعني ايه اربيتراري, بس رول اوف ثامب هيبقى عندي 10% سكيو. فبالتالي لما اجي احط الايه, لما اجي احط التايمينج كونسترينتس بتاعتي هاخد في حسابي ايه 10% ضايعين من السكيو عشان اضمن ان الدنيا هتشتغل ايه, عشان اضمن الدنيا هتشتغل صح. برضو ده كان ممكن يبقى حاجه كويسه لو انت عندك لو سبيد او ميديوم سبيد مودريت سبيد سيستم, لكن طبعا لو انت عندك هاي سبيد سيستم هيكون دي حاجه فيري ريسكي, لان في الهاي سبيد سيستمز مع السايكلز الصغيره قوي ممكن تلاقي ان السكيو بتاعك اكتر من 10% من ايه من الكلوك سايكل, فبالتالي ده برضو هيؤدي الى ايه, هيؤدي الى تايمينج فايوليشنز. الابروتش الرابع بقى ان انا اشوف الايه الفلوك دومينز اللي عندي في التشيب واحط لكل كلوك دومين منهم السكيو بادجت الايه اللي تناسبه. طبعا ده هيستلزم بقى ان انت يبقى عندك جود ستاتيك تايمينج انالايزر يقدر ان هو يستيميت الايه, يقدر ان هو يستيميت السكيو ده ويحاول ان هو يأكاونت فور الكلوك سكيو وهو بيعمل الكلوك ديستريبيوشن نتورك. خد بالك ان انت وانت بتحط التايمينج كونسترينتس بتاعتك, يعني مثلا بالنسبه للسينابسس تول بتاعتها اللي هي برايم تايم, في كوماند ممكن تديفاين بيه انت الجيتر بالنسبه للتول, كوماند اسمه ديفاين كلوك انسرتينيتي, انت بتقول له كلوك انسرتينيتي بتساوي كذا, وتبقى فيري كونزرفاتيف في الحقيقه وانت بتديفاين كلوك انسرتينيتي في الهول تايم اكتر بكتير زي ما قلنا من ستوب تايم. ستوب تايم في اسوء الاحوال انت هتبطئ الكلوك فريكوانسي شويه, الهول تايم معناها زي ما قلنا التشيب بتاعتك مش هيشتغل, فالتولز بتاعتك اللي هي بتعمل تايمينج اناليسيس بتسمح لك انك تديفاين سكيو بادجت للهولد فايوليشن مختلفة عن السكيو بادجت للستوب فايوليشن عشان تبقى مور كونزرفاتيف وانت بتحسب الهولد تايم كونديشنز. كده نكون وصلنا لنهاية محاضرة الكلوك جنريشن اند ديستريبيوشن. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.